السلام عليكم ورحمة الله، معاكم دكتور محمد شاكر دكتور أسنان. كنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده على طبيب الأسنان في العيادة وطبيب الأسنان في البيت، وبصراحة لقينا في تفاعل كتير جدا من الناس إن هي بدأت تستفسر وبدأت تبعت كومنتات، وإحنا كفريق عمل في مركز تأقلم الأسنان بدأنا ندرس الاستفسارات دي وقلنا نختار لكم كذا سؤال ونجاوب عليه. أول سؤال، وده سؤال شائع عند معظم الناس، اللي هو هل تبييض الأسنان ده بيدوم لمدى الحياة؟ بصراحة تبييض الأسنان هو مدته من 3 لـ4 سنين، وممكن المدة دي تقل بالنسبة للمدخنين أو بالنسبة للناس اللي بتشرب شاي أو قهوة بكثافة وما بتهتمش إن هي تغسل أسنانها كل يوم. تاني سؤال، وده من الأسئلة برضو اللي جت من ناس كتيرة جدا، هل مواد التبييض دي هل ليها ضرر على الأسنان؟ بصراحة احنا نقدر نتكلم عليه، وده المثبت علميا ان مواد التبييض ملهاش تأثير على الأسنان الا في حالة عمليات التبييض المتقاربة من بعض، فعشان كده احنا بنعمل عملية التبييض مش قبل 3 سنين او ممكن توصل لـ4 سنين. ثالث سؤال، وده برضو من الأسئلة الشائعة، هل مواد التبييض دي ليها مضاعفات على الأسنان؟ بصراحة عملية التبييض بتخلي الأسنان فيها حساسية زيادة، فعشان كده احنا كدكاترة أسنان بننصح المرضى بتوعنا بعد عملية التبييض يجيبوا معجون خاص لحساسية الأسنان. رابع حاجة، ودي كانت من الأسئلة برضو المتراودة كتير، احنا يا دكتور بنلاقي ان في زي حرقة على اللثة بتاعتنا بعد عملية التبييض، هل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ بصراحة هي مواد التبييض فعلا بتعمل حرقة على اللثة أو الشفة، فعشان كده احنا بنعمل زي عزل تام للثة والشفة وكمان الخد في عملية التبييض بحيث ما ينزلش عليها أي مواد التبييض. وكنا قلنا مواد التبييض هي زي بيروكسيد الهيدروجين وبنسبته 25 لـ35%، ودي نسبة مش قليلة. وفي النهاية يا رب أكون أفدتكم في الأسئلة اللي انتوا استقلتوني عليها وقدرت أجاوبكم عليها، ولو حد عنده أي استفسار أي كومنت ما ينساش يكتب لنا في الكومنتات تحت، وإحنا إن شاء الله نرد عليه في أسرع وقت. ما تنسوش تعملوا لايك وتدوسوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بخصوص الأسنان. السلام عليكم ورحمة الله.